السلام عليكم وأهلا بكم في سلسلة الفري إيفنتس، معكم ياسر شعبان. لو الصوت تمام استأذنكم بس اكتبوا لي واحد في الشات، لو الصوت تمام اكتبوا لي واحد في الشات لو سمحت. باشمهندس محمد منير أهلا بيك، باشمهندس خالد، ألا ده كل الناس بتوعنا هنا ولا إيه؟ باشمهندس عبد الرحمن، باشمهندس احمد، انا ده كل الناس. ايه يا جماعه، طب هنقعد على بعض وخلاص على اي كافتيريا وخلاص، ايه لازمه الايفنت يعني؟ حبيبي باشمهندس خالد ربنا يحفظكم ربنا يبارك فيكم جميعا. طبعا سعيد بوجود الباشمهندسين طبعا. طبعا بس كنت بسرعه كده كنت هسال سؤال سريع. في حد يا جماعه اول مره يحضر معانا الايفنت؟ ربنا يبارك فيكم باشمهندس خالد ربنا يحفظك. في اول مره حد يحضر ولا الناس كلها قبل كده قدام؟ يعني في ناس جديده اول مره. احمد اهلا باشمهندس احمد غفور، اهلا بيك باشمهندس احمد غفور، كورس الاف اي صح كده؟ صح الاف اي، اهلا وسهلا بيك، اهلا بيك اهلا بيك. طيب في ناس اول مره بتحضر هي، طب ده كويس. في ناس كده، ده كتير اول مره، ده كتير ما شاء الله. طيب ماشي اوكي زي الفل. طيب هو بدايه احنا طبعا الفري ايفنتس دي احنا بنعملها على طول، بس طبعا كنا متوقفين في الفتره بتاعت رمضان والعيد، كل سنه طيبين. ان شاء الله باذن الله في الفتره الجايه هنحاول ان احنا نزود الايفنتس بحيث ان الناس تبقى حاجه ظريفه يعني، دايما الناس بتستفاد منها، فان شاء الله باذن الله نزودها في الفتره الجايه ان شاء الله. وطبعا الايفنت زي ما احنا عارفين هي بيكون مدتها ساعه، وفي نفس الوقت بنحاول بقدر الامكان اللي احنا نتاتش مواضيع انتوا اللي بتفرضوها يعني، يعني كل المهندسين اللي بيفرضوها. طبعا قبل ما نبدا بسرعه كده بس ايه، ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم، البوزيشنز بس الناس يعني عاوز اعرف الناس البوزيشن بتاعتها ايه عشان اعرف بس اتكلم ازاي، يعني المستوى يعني، يعني الناس هنا فينا طلبه مثلا ولا كلنا مثلا مينتننس انجينيرز ولا ريلايبيليتي انجينيرز ولا ايه الناس اللي موجوده؟ بسرعه كده بس اكتبوا لي في الشات او بالظبط انا عاوز كده. شكرا باشمهندس حسين. ايوه انا عاوز اعرف بس الايه مستوى الناس اللي موجود عشان اعرف اتكلم ازاي. ربنا يبارك فيكم جميعا شكرا. ربنا يبارك يا باشمهندس اشرف ربنا يحفظك، اشرف حبيبي من البيج فانز يعني حبيبي. جميل جميل جميل، يعني معظم الناس عندنا كلهم سينيور وكلهم كلهم مينتننس انجينير، ده شيء كويس ما شاء الله زي الفل. طيب جميل ربنا يحفظك ربنا يبارك. طيب احنا ال باشمهندس باسم، حتى لو انت لسه مهندس صغنن يعني ما فيش اي مشاكل خالص، حاول بس ايه تركز معانا. وطبعا ال انا عارف يا باشمهندس اشرف، عارف اللي انت اسد انتجريتي انجينيرنج. ايوه انا فاهم طبعا، اهلا بيك يا باشمهندس، اهلا بيك يا باشمهندس اهلا بيك. فالفكره كلها طب كويس، احنا يعني حاول بقدر الامكان يبقى الكلام متوافق مع كل الناس يعني. احنا النهارده بنتكلم في موضوع اللي هو الريلايبيليتي والاوبريشن كونديشنز. طبعا بسرعه كده احنا عارفين طبعا ان الريلايبيليتي هي ديزاين اتريبيوت، يعني حاجه خاصه بالديزاين بتاع الاسيتس نفسها. طبعا كلمه اسيتس معناها اي حاجه اصل يعني اصول، يعني يعني اسيت مانجمنت اللي هي اداره الاصول، والاسيت هي اي حاجه بتعمل بروفيت، اي حاجه ليها فاليو عندك هي عباره عن اسيتس. الاسيتس دي ممكن تكون ماكينه، ممكن تكون عربيه، ممكن تكون اي شيء يعني. الاسيتس دي وممكن تكون حاجه كمان يعني حاجه غير ملموسه يعني نون تانجبل، مثلا تكون مثلا ممكن تكون اغنيه، مثلا اغنيه وبتدخل لك فلوس مثلا، او مؤلف انت مثلا يعني ايه كوتس وبتنزلها، اي حاجه غير ملموسه لكن بتدخل لك فلوس وبتعمل بروفيت فاحنا بنسميها اسيتس. لكن احنا في المينتننس والريلايبيليتي بنركز على الفيزيكال اسيت، يعني الاسيتس اللي هي الملموسه زي الماكينات زي الاصول اللي عندنا وات ايفر يعني. طبعا في حد كان بيسالني بيقول لي يعني ايه هي الفرق بين الاصل والمرفق، او ايه الفرق بين الفاسيليتي والاسيتس. طبعا ان شاء الله باذن الله الايفنت الجاي اعتقد في طبقا للسكادجول هيبقى مقارنه او اوضح للناس ايه هو الفرق بين الاسيت مانجمنت والفاسيليتي مانجمنت، يعني ايه ما هو الفرق بين اداره المرافق واداره الاصول، ما هي الكومن اريا بينهم او الكومن جراوند بينهم وايه الاختلاف بينهم. ان شاء الله باذن الله كان في ناس طلبوا هذا طلبوا الايفنت، فان شاء الله باذن الله يكون المره الجايه. الاسيتس اي اسيتس بتبقى بيزد على الديزاين بتاعها بيبقى ليها حاجه اسمها ريلايبيليتي، يعني ريلايبيليتي ديزاين اتريبيوت، حاجه موجوده في الديزاين يعني. وطبعا كلمه ريلايبيليتي زي ما اتفقنا والناس كلها معظمنا هنا عارفه
ان هي قدره الاسيتس على اداء المهمه المكلفه بيها. قدره الاسيتس او قدره الاصل او قدره الماكينه او قدره وات ايفر الاسيتس دي ايه على اداء المهمه المكلفه بيها. التعريف دوت هو تعريف ظل سنين موجود في علم الاسيت، في علم الاسيت مانجمنت، وعلم الريلابيليتي اصلا علم جديد يعني. لكن العلم، لكن التعريف تطور عن طريق الامريكان سوسايتي فور كواليتي الاي اس كيو، وبداوا ان هم يضعوا التعريف الصح بقى، التعريف اللي هو الشامل، ان الريلابيليتي هي قدره الاسيتس على اداء المهمه المكلفه بيها، لكن لازم نقول حتى زمن معين تحت ظروف تشغيل معينه. لازم نعمل كده ليه؟ لان الريلابيليتي هي ability فعلا، هي قدره، لكن القدره ديت برسنتج لانها بتتغير مع الزمن. عشان كده هتلاقي كلمه probability، يعني هتلاقي كلمه حتى فيها probability اللي هي اللايكليود او الاحتمال، يعني احتمال ان الاسيتس دي تقوم بالفانكشن بتاعتها، احتمال ان هي تقوم بكام في الميه. عشان كده هتلاقي ان دايما الريلابيليتي هي بتتراوح بين 0 و 100%، او زي ما احنا بنقول دايما هي بين 0 و 1، يعني بين 0 و1. الاحتمال ده البروبابيلتي دي بتتغير مع الزمن، يعني هي فانكشن في الزمن، يعني الريلابيليتي ديت هي داله في الزمن، يعني لازم تكون فانكشن في التايم. فبتلاقي ان هي بتتغير مع الزمن، يعني بتبدا دايما عند الزمن بصفر بتكون قيمتها 1، ومع زياده الزمن دايما بيكون هنا في كل تقريبا المنحنيات والجرافس بتاعه الريلابيليتي بيبقى هنا دايما موجود التايم، وهنا البروبابيليتي اللي هي الاحتمال او اللي احنا بنسميها الريلابيليتي. فبتكون دايما من 1 وبتقعد تنزل 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 الى ان تصل الى الصفر، ممكن بقى في الانفينيتي او عند زمن معين. لكن عند اي زمن معين، يعني عند السنه الاولى مثلا، لو افترضنا مثلا ان التايم دوت مثلا باليرز، فالاسيتس دي عند السنه الاولى لو احنا طلعنا كده مثلا تلاقي مثلا يعني 90% مثلا، يبقى بعد سنه الاسيتس بتاعتنا دي او الايكويبمنت او وات ايفر، حتى هتلاقي التعريف اصلا دلوقتي بدا بقاش يكتبوا ريلابيليتي البروبابيليتي اوف ايكويبمنت، بدا يكتبوا الاسيتس هنا، يعني حط هنا كلمه اسيت عشان يخلوها عامه. الريلابيليتي عند سنه هي كام؟ هي 90%. فانت كده قدرت تقول او تحدد ان احتمال اداء المهمه المكلفه بيها او الوظيفه المكلفه بيها، الفانكشن هنا اللي هي ترجمتها اللي هي الوظيفه، مقدارها حوالي 90% لما يكون عمرها سنه. طبعا كبيست براكتس المفروض الريلابيليتي بتاعتك ما تقلش عن 85%، يعني مثلا يبقى مثلا انت ايه ده، لو الرقم ده 85% فتبقى انت مثلا هنا مثلا يبقى انت مثلا عند 3 سنين مثلا، يعني يبقى ده الضمان بتاعك ان انت بتضمن هذه الاسيتس لمده 3 سنين، او المكنه دي لمده 3 سنين، او العربيه دي لمده 3 سنين، بحيث ان الريلابيليتي بتاعتك ما تكونش قلت عن 85%. الناس اللي هي لسه مش فاهمه موضوع كلمه الريلابيليتي، انا هوضحها لك. يعني في السنه الثالثه، في اخر السنه الثالثه، كل الكومبوننت او العربيه بتقوم بوظيفتها مثلا بنسبه 85%، 85% احتمال ان هي تدور، احتمال ان هي توصلك، احتمال ان هي وهكذا. ده معنى كلمه ريلابيليتي عند السنه الثالثه 85%، ودي اللي بيستخدموها حتى في حساب الايه الضمان، الاناسه بتاع الضمان. يعني لو انت لاحظت هتلاقي ان الريلابيليتي هنا كتعريف هي احتمال اداء وظيفي حتى زمن معين، هي دي بقى اللي احنا عاوزين نتكلم عنها النهارده، تحت ظروف تشغيل معينه. الاوبريشن كونديشن مهمه جدا، عشان كده التعريف بتاع الريلابيليتي بيكتمل معنى لما انت تحط كلمه ايه اوبريشن كونديشن. الاوبريشن كونديشن مهمه في كل حاجه في حياتك، حتى انت كانسان، يعني كشخصيه، انت نفسك اسيتس، يعني انت نفسك بيعتبروا طبعا الموظفين اسيتس، والعلماء اسيتس، اي البشر كلهم اسيتس، لانهم بيقدموا بروفيت للمجتمع، يعني هو بيحسن المجتمع، فهو عباره عن اسيت. يعني دايما الطاقه البشريه او القوه البشريه بتعتبر ان هي اصل. فحتى انت لو انت الاوبريشن كونديشن بتاعتك او الانفايرمنت اللي انت شغال فيه، اتغير، فانت نفسك الريلابيليتي بتاعتك بتغير، يعني احتمال ادائك الوظيفي بيتغير. زي بالظبط كده لما انت تكون شغال في مكان الانفايرمنت بتاعه ظريف لذيذ، فانت بيكون احتمال اداء وظيفتك بشكل جيد بيبقى احتمال عالي، البروبابيلتي عالي. غير لما تكون انت شغال في
في انفايرمنت مش ظريف، في مشاكل، فده معناه ان انت الكيرف بتاعك ما بيكونش بهذا الاسلوب، الكيرف بتاعك بينزل، يعني الكيرف بتاعك بيتغير. فاللي احنا عاوزين نفهمه، حاضر يا خالد هرد على سؤالك. خالد بيقول هو الكلام اللي قدامك دوت اندر سيم كونديشن؟ يس اندر سيم كونديشن. اوضح الكلام ده دلوقتي عشان الكلام دوت فيه لغط كتير. احنا متفقين كلنا ان الريلايبيليتي ديت ديزاين اتريبيوت، يعني الريلايبيليتي لا تتغير بالديزاين. يعني احنا لو عندنا الكيرف بتاع الريلايبيليتي، اوريك بس كده شكله احلى شويه، ادي الكيرف بتاع الريلايبيليتي اهو، ده بتاع اسيتس معينه. طبعا زي ما اتفقنا هنا الريلايبيليتي وهنا التايم. الكيرف اللي هو قدامك اللي هو الاصفر ده، ده حاجه في الديزاين، صح؟ يعني ده الاسيتس بتاعتنا بتسلك هذا السلوك. الكيرف دوت او الريلايبيليتي انا ما اقدرش ارفعها الا عن طريق ايه؟ الا عن طريق يا شباب، يعني انا دلوقتي يعني لو انا عاوز ارفع الريلايبيليتي بتاع اسيتس معينه لازم اعمل ايه؟ طبعا انا عارف الاجابه كلكم دلوقتي بالظبط كده زي ما انتم كاتبين، لازم نغير في الديزاين، لازم تغير في الديزاين. لكن الاوبريشن كونديشن لو اتغيرت بتخلي الكيرف ده ممكن ينزل بهذا الاسلوب، يعني ينزل كده، يعني بينزل كده، بينزل كده، بينزل كده. طبعا طبعا الكيرفات اللي انا رسمها دي ممكن تيجي بهذا الاسلوب، يعني ما ياخدش المسار بتاعه الاساسي وياخد المسار اللي هو الاحمر ده، اللي هو موجود اللي هو الاحمر ده. ليه؟ لان الاوبريشن كونديشن اتغيرت. طبعا انا شايف طبعا ان في اسئله، طبعا ومحمد منير بيقول لك اللي احنا ممكن نغير بالالوكيت. طبعا ممكن نغير بالالوكيت. الالوكيت اللي هو ايه عشان الناس اللي فاهمه؟ لو انا عندي اسيتس كده، دي اسيتس اهي اهي، والاسيتس دي بامب مثلا او وات ايفر، والاسيتس ديت ليها ريلايبيليتي كيرف، هل ممكن ازود الريلايبيليتي بتاعتها من غير ما اعمل ريديزاين؟ طبعا ممكن ان انت تزود واحده هنا كمان. فبتعمل انت بتغير في الكونفيجريشن بتاع السيستم، فيبقى عندك الريلايبيليتي دي عادي 90% وريلايبيليتي 90%. السيستم ده الريلايبيليتي بتاعته كتوتال زادت ولا ما زادتش؟ طبعا الناس اللي مش فاهم اللي انا بقوله، يعني انت اكنك عندك بامب وحطيت بامب ستاند باي، زادت ولا ما زادتش؟ زادت ولا ما زادتش هنا؟ زادت. فكلام محمد منير صح ان هو فعلا ممكن تغير، بس دي للسيستم. انا بتكلم على الاسيتس بس، يعني انا بتكلم على اسيتس واحده، يعني بامب واحده، كومبريسور واحد، موتور واحد، وهكذا. فدي الحته ديت انا بس بوضح للناس. طبعا في برضو سؤال تاني اعتقد باهر اللي بيساله، بيقول لك طب لو انت الهيومن فاكتورز مهمه؟ طبعا الارجونومكس والهيومن فاكتور مهمه جدا، لان الهيومن فاكتورز والارجونومكس معناهم ايه؟ اللي هو ايه الارجونومكس وايه الكلام الاجنبي اللي مكتوب اللي هو كاتبه دوت معناه ايه؟ هو قصدي يقول لك يعني الارجونومكس اللي هي الانفايرمنت اللي انت عايش فيه. عشان كده لما تركب عربيه مثلا مرسيدس هتلاقي مثلا الارجونومكس بتاعتها عاليه، انك انت مستريح فيها اكتر، غير لما تركب عربيه مثلا الارجونومكس بتاعها تصميمها الداخلي بالنسبه ليك تلاقي دي حاجه قريبه منك، الزرار ده قريب منك، دي اسمها ارجونومكس. فطبعا الهيومن فاكتورز او الاوبريشن او الاوبريتور جزء من الاوبريشن كونديشنز، لانك انت ممكن تجيب انت اوبريتور غير مدرب فيقوم مديك الكيرف ده على طول، يعني بيبوظ لك الاسيتس. يعني هي ده تصميمها، هي مصممه على هذا ده التصميم بتاعها، لكن هو بيخليها تيجي تمشي كده او تمشي كده. ليه؟ لان هو غير مدرب. فطبعا الاوبريتورز برده جزء من الاوبريشن كونديشن. بس احنا عشان احنا نقدر اللي احنا من عشان نقدر احنا اللي احنا نكون احنا محدودين في الايفنت هنا، انا عاوز اوضح لكم بس الحته بتاعه الاوبريشن كونديشنز دي ازاي هتغير. يبقى انا لو انا عندي غيرت الاوبريشن كونديشنز هتلاقي الاسيتس واخدت الخطوط اللي هي الحمراء دي. طيب قبل ما نقول ازاي الاوبريشن كونديشنز ممكن تغير، لازم احنا نفهم اللغط بقى فين هنا. اللغط هنا فين؟ اللغط احنا لازم نفهم الكيرف ده اصلا اتعمل ازاي. يعني الكيرف ده اتعمل ازاي؟ الناس اللي هي بتعمل موديلنج او بتحاول ان هي بيكون عندها ديتا وتعمل موديلنج لازم تكون عارفه نقطه معينه. ايه هي؟ ان الكيرف اللي قدامك ده بيتعمل لايدنتيكال اسيتس، يعني بامبات شكل بعضيها بنفس تصميمها. وفي كلمه لازم تحط تحتيها 100 خط ان هي اندر ذا سيم كونديشنز، under the same operation condition. لازم دي تتفهم. يعني انت عشان تطلع الكيرف بتاعك اللي قدامك ده بتاع الريلايبيليتي ده، الكيرف دوت بتاع مثلا 100 بامب، ال 100 بامب دول لازم يكونوا identical، شبه بعض، توائم، وفي نفس الوقت لازم يكونوا under the same condition. لان لو انت غيرت الاوبريشن كونديشن انت بتطلع كيرف غلط. الكيرف ده مش بتاع البامب دي. ازاي؟ اول حاجه لازم نفهمها ان اللي انا لما اعمل موديلنج بيطلع لي الكيرف بتاع الريلايبيليتي ده، وفي طبعا واحد اخوه اللي انتوا عارفين طبعا اللي هو الفيلير. يعني هو كلمه فيلير
اللي هي unreliable. فتلاقي ان الكيرفين دول زي يعني ميرور، يعني هنا في اكن، هنا في ايه، هنا في كنا في مرايه. سواء انت طلعت الكيرف بتاع الريلايبيليتي او سواء انت طلعت الكيرف بتاع الفيلير، طلعت ده او طلعت ده، ده لايه؟ لي ايدنتيكال اسيتس، ايدنتيكال اسيتس ان هي متشابهه. الموديلنج اللي بيطلع طبعا. بس في حد هنا بعت لي، احمد بيقول يس شينج كوسين تو فورم ايه تو بالبانست. اوكي ماشي، ده بيقول يعني لو حد عاوز يسال سؤال بحيث يبقى واضح للناس كلها ازاي يبعت السؤال للناس كلها. الكيرفات اللي انت شايفها دي بتبتع ايدنتيكال اسيتس. طبعا اول انت ما تعمل موديلنج وتطلع الكيرف ده، طبعا واضح ان الكيرف دوت لازم يكون ليه معادله رياضيه، والمعادله الرياضيه ديت بتبقى حسب الموديل نفسه. يعني الموديل دوت ممكن يكون اكسبوننشال، ممكن يكون واي بول. انا عارف ان معظم الناس هنا سمعتني قبل كده ومش اول مره يسمعوني، فهم فاهمين كلامي ان الكيرف بتاع الريلايبيليتي اللي انت شايفه من شويه ده ممكن يبقى اكسبوننشال، يعني ممكن يكون كده وممكن يكون كده، يعني ممكن يكون كده او ممكن يكون اكسبوننشال، ممكن يكون واي بول، ممكن يكون نورمال ديستريبيوشن. يعني ليه توزيع الكيرف ده. بس لازم تكون متفق معايا ان الكيرف ده لايدنتيكال اسيتس اندر ذا سيم اوبريشن كونديشن. سواء انت رسمت الريلايبيليتي او انت سواء رسمت الفيلير هيطلع لك كيرف واحد بس، والكيرف اللي هيطلع لك ده كيرف بتاع اسيتس ايدنتيكال. تقول لي طيب عشان انت تطلع الكيرف ده بتاع الريلايبيليتي ده انت جبت الداتا منين؟ اللي بيحصل ان انت بيكون عندك حاجه اسمها ديجريديشن، يعني الاسيد سي بيحصل لها ديجريديشن، بتعجز في عندك حاجه معينه بتسبب الفيلير، وير نقص، نقص نقص تزييد، كراكس، اي حاجه بتزيد بتسبب الفيلير. المثال اللي قدامك ده مثال حقيقي. هتلاقي ان احنا حاطين هنا threshold، يعني عرفنا بيه الفيلير يعني عند الرقم ده، يعني الوير لما يصل ل 0.2 ملم، 2.0 ملم، ده معناه ان دوت فيلير بالنسبه لي. لكن انت لازم تعرف الفيلير، لان الفيلير بيختلف تعريفه حسب اليوزر، يعني حسب، يعني انا ممكن اكون في صناعه انا لما الوير يصل عندي ل 1 سنتي يبقى ده فيلير، صناعه ثانيه لما الوير يصل الى 1.1 مايكرون يبقى ده فيلير، فحسب انت بتعرفه. الاسيتس دي هي وصلت للفيلير عند الزمن ده، ادي اول واحده، وده عند الزمن ده والزمن ده والزمن ده والزمن ده. اللي انت شايفهم دول الازمنه دي هم عباره عن 6 ازمنه. ال6 ازمنه دول لو انت خدتهم فقط، خدت الازمنه دي فقط وعملت لها موديلنج، هتحصل على الكيرف اللي انا قلت لك عليه بتاع الريلايبيليتي اللي انت شفته من شويه، اللي هو عامل كده الازمنه دي بس. اللي قدامك التولز دي او الاسيتس دي اندر ذا سيم كونديشن، يعني هي وصلت للنقط دي اندر ذا سيم كونديشنز او اوبريتنج كونديشن. اللي بيطلع الموديل اللي بيطلع حسب هذه النقاط فقط، النقط دي بس اللي انت شايفها دي، اللي هم الست نقط دول. ناخد الارقام دي 1 2 3 4 5 6، وطبعا مش هقدر اعمل موديلنج دلوقتي، انا عملناه قبل كده في كذا ايفنت قبل كده. فبناخد الست ازمنه دول اللي احنا بنسميهم تايم تو فيلير، وبناخدهم وبنعمل ايه؟ وبنعمل موديل. الموديل ده بيطلع كيرف ريلايبيليتي او فيلير او هازارد او وات ايفر. الكيرف اللي قدامك ده اسمه ديجريديشن. الديجريديشن دوت لما تيجي انت تشرحه للناس وتقول لهم ان الفيلير بيمشي كده، والاسيد بتاخد السلوك ده لحد ما تصل للفيلير عند هذه النقاط، الناس بتوع المينتنس والريلايبيليتي عاده ما بيحسوش الحته دي. هم دايما من الناس اللي بيحسوا الحته دي او بتوع المينتنس واخدين على البي اف كيرف. البي اف كيرف هو يعني نفس المنظر انت شايفه ده، بس بيتقلب، يعني بيتقلب يبقى عامل كده. فهتلاقي نفس الكلام بالظبط. انت لو بصيت هنا كان الوير هنا بيزيد، صح؟ يعني انت رايح لفين؟ رايح للفيلير، صح ولا غلط؟ صح، كلامي صح واحد؟ ها يعني قولي لي واحد كده شايف انتوا فاهميني، يعني انت كده رايح للفيلير، صح؟ نفس الكلام بالظبط. لو انت قلبت الجراف ده هتلاقي اللي انت برضو رايح للفيلير اهو، بس انت عندك هنا بقى ايه؟ عندك الريزيستنس تو فيلير بتقل، يعني انا رايح برضو يحصل لي فيلير برضو على التايم تحته. اللي بيحصل بالظبط في البي اف كيرف، الناس اللي هي مش عارفاه، ان البي اف كيرف النقطه اللي بتظهر في الاول دي اللي هي اللي احنا بنسميها البوتنشال،
اللي هي بتقول ان في فيلير جاي، النقاط اللي انت رايح لها دي بتاع الاسيتس ممكن تيجي هنا وممكن تيجي هنا وممكن تيجي هنا وممكن تيجي هنا وممكن تيجي هنا. لو انت خدت النقاط اللي تحت دي بس، انت كده بتعمل موديلنج للتايم تو فيلير وبيطلع لك كيرف واحد بس. الكلام اللي انت شايفه ده اندر ذا سيم كونديشن، اندر ذا سيم. طب ليه هم ده اندر ذا سيم كونديشنز؟ ليه بياخدوا النقاط دي؟ ادام هو اندر ذا سيم كونديشن ليه بيروح للنقاط دي؟ لان عمليه الفيلير هي عمليه ستوكاستيك، ما اقدرش انا اقول ان الاسيتس دي هتموت او الشخص ده هيموت عند 60 سنه بالظبط، هو هيموت الافريج 60 او الافريج 70. شكل يقول لك متوسط اعمار الناس مثلا في كندا 80 سنه، متوسط اعمار الناس مش عارف في الميدل ايست مش عارف 65 سنه. طب هو جاب 65 سنه منين؟ هو جاب النقطه دي، يعني شايف ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، فعارف ان ده كده نفس الكلام بالظبط. يبقى انت هنا بتعمل موديلنج. يبقى الموديلنج اللي انت بتشوفه او الكيرف الواحد اللي انت بتشوفه هو ليه علاقه فقط بالتايم تو فيلير بس ملوش علاقه باللي بيحصل قبل كده. بمعنى ايه؟ ان المنظر اللي انت شايفه ده او البي اف انترفال دي او المنظر ده ممكن يحدث هنا في الحته دي، يعني يجي هنا كده اللي حصل هنا يحدث هنا، بس ايه اللي هيخليه يجي هنا؟ لو الاوبريتنج كونديشن اتغير او الديزاين اتغير. طبعا طبعا لو انت جبت ديزاين غير دي اساسي، بس لو انت غيرت الاوبريشن كونديشن، لو انت مثلا زودت مثلا سي التمبريتشر، زودت البريشر، زودت اي حاجه عندك، اي حاجه عندك بتتقاس زادت، هتوصل للحته دي. طب لو زادت قوي ممكن كله يقع هنا في الحته دي كده. فده معناه ان الاوبريشن كونديشنز لما بتتغير بتديك كيرفات مختلفه. تقول لي انا مش فاهم يعني ايه؟ يعني انت لو انا حبيت اعمل الريلايبيليتي الاول للشويه دول، هتلاقي الريلايبيليتي هيطلع كيرف معين مثلا مطابق لدول، وبعد كده هنا في كيرف مطابق لدول وكيرف مطابق لدول. تقول لي انا مش فاهم برضو قصدك ايه؟ انا قصدي لو انت غيرت الاوبريشن كونديشن مش هتلاقي كيرف واحد، هتلاقي ايه؟ هتلاقي كيرف هنا وهتلاقي كيرف هنا وهتلاقي كيرف هنا وهكذا، فهتلاقي كيرفات مختلفه للريلايبيليتي. كل كيرف عند اوبريشن كونديشن معين. بص بقى الكلام عشان تفهم، يعني ده كده الاولاني ده كيرف رقم واحد، ده حصل امتى؟ عند مثلا تمبريتشر كذا وبريشر كذا ومحافظين كذا وديسشارج كذا. طب وده حصل امتى؟ عند اوبريشن كونديشنز مختلف. طب وده حصل امتى؟ عند وهكذا. فتلاقي ان انت عندك اكتر من كيرف، اكتر من كيرف بالظبط يا اشرف كلامك صح، اكتر من كيرف. فتلاقي ان الكيرفات دي كلها بتتغير حسب الاوبريشن كونديشنز، حسب يعني كل كيرف من دول اترسم مثلا ل 20 بامب، ودي 20 بامب ودي 20 بامب ودي 20 بامب مثلا يعني. تقول لي طيب يعني مين اللي حل القصه دي؟ يعني القصه دي جت منين او اتعملت ازاي او مين اللي عمل اللعبه دي؟ انا كده شايف ان الريلايبيليتي بقتش فانكشن في التايم بس، دي بقت فانكشن في حاجه تانية غير التايم، صح ولا غلط؟ صح، الريلايبيليتي هنا بقت فانكشن في حاجه تانية غير التايم، صح ولا لا؟ فانكشن في الاوبريشن كونديشن. الزد دي تعبر عن الاوبريشن كونديشن ودي تعبر عن التايم، يعني ده التايم اللي هو ايه التي دي، ودي تعبر عن الاوبريشن ايه كونديشنز. تقولي الكلام ده كبير، اقول لك بالظبط الكلام ده حلو فعلا جدا للناس، الناس لازم تفهم ان الاوبريشن كونديشن لما تغير لازم الكيرف ده يتغير. تقولي طيب ومين حل القصه دي؟ لحل القصه دي واحد اسمه كوكس. الراجل ده جه سنه 1984 وعمل الموديل بتاعه اللي هو الاشهر، اللي هو اسمه بروبورشنال هازارد موديل. هو ليه سماه بروبورشنال هازارد موديل الراجل ده؟ هو سماه كده طبعا، واسمه طبعا بي اتش ام، مشهور قوي في الكتب اسمه بي اتش ام. بي اتش ام ده موديل هو عمله عشان موضوع الاوبريشن كونديشنز ده، وقال لك ان انا كل ما اغير الاوبريشن كونديشنز الهازارد، يعني الهازارد او الفيلير بيزيد، يعني تحس كده ان في ايه، يعني في علاقه ما بين الهازارد وما بين الاوبريشن. تزود درجه الحراره تلاقي الحاجات بتقع، تزود البريشر تلاقي الحاجات بتقع اسرع. فقال لك ده في بروبورشنال هنا، في علاقه مع الهازارد، علاقه طرديه، فسماها بروبورشنال هازارد موديل، اسمه كده. طبعا البروبورشنال هازارد موديل ده اللي عمله كوكس حل القصه دي خالص. ليه؟ لان كوكس لما عمل او البي اتش ام، طبعا هتلاقي الناس كلها مشهوره عندها كلمه بي اتش ام. البي اتش ام ده لما اتعمل خد معاه الكوفاريوتس او خد الفاريبل معاه في الاعتبار، فاصبح اللي انت عندك الريلايبيليتي بتاعتك او الهازارد بتاعك، او فاكرين الهازارد والريلايبيليتي فاكرين الفور هيلز؟ حد حضر الفور هيلز معايا قبل كده؟ ها حضرتوا معايا الفور هيلز اللي هي
الاربعه اللي هم الهازارد والفيلير والدينستي والريلايبيليتي. الناس اللي ما حضرتش ممكن طبعا تسمعهم على الموقع عندي او على اليوتيوب. لكن احنا قبل كده كما كنا بنتكلم عن الهازارد والريلايبيليتي والكلام ده كله، الاتش اللي هي الهازارد والريلايبيليتي اللي هي الموثقيه او الاعتماديه، كنا بنشتغل مع مين؟ مع التايم فقط، صح ولا غلط؟ صح. مش انت هتلاقي كل الكلام اللي قبل كده، كل الايفنتس اللي قبل كده اللي احنا اشتغلنا فيها كنا شغالين مع التايم، صح ولا يا جماعه؟ صح، كل شغلنا كان مع التايم، لكن عمرنا ما اتكلمنا على الاوبريشن كونديشن. النهارده بقى انا بوريك ازاي انت ممكن تدخل الاوبريشن كونديشن معاك في اللعبه، يعني تدخل هنا معاك الاوبريشن كونديشن. تقول لي الكلام ده حلو، يعني ده معناه ان المعادلات بتاعتنا بتاعه الريلايبيليتي هتبقى فيها جزئين بقى. اقول لك بالظبط كده، هتبقى المعادلات فيها جزئين. هتلاقي البي اتش ام بياخد حاجتين معاه، في تو بارتس، في جزء خاص بالعمر اللي هو التايم تو فيلير، وجزء خاص بالايه؟ ها؟ وجزء خاص بالايه بقى؟ اسمع الاجابات. يبقى احنا عندنا بقى في تو بارتس دلوقتي، في جزء في المعادلات دي خاص بالعمر وجزء خاص بالايه؟ ها؟ الناس تكتب برافو عليكم جميعا، جزء خاص بالكونديشنز. بالظبط كده. تقول لي طب وده هينتج عن ايه؟ هينتج عنه بقى ان كل كونديشن يبقى ليها ريلايبيلتي كيرف، صح ولا غلط؟ صح. يعني كل ما اغير الكونديشن هيطلع ريلايبيلتي كيرف مختلف، صح ولا لا؟ يزود بقى يزود يقلل ما تفرقش معايا. طبعا الريلايبيلتي طبعا بتقل، بس كل اوبريشن كونديشن يحصل لها ايه؟ هيبقى ليها كيرف. فتلاقي ان في كيس مثلا كنت انا اشتغلتها قبل كده في محركات الطيارات، بص الكيس دي عامله ازاي. كل واحده من دول هي كونديشنز مختلفه، يعني دي كونديشنز فيطلع لي كيرف، دي كونديشن اللي بعديه يطلع لي كيرف، دي كونديشن حتى هتلاقيهم ملونين بنفس الالوان، دي كونديشن يطلع لي كيرف، دي كونديشن يطلع لي كيرف. طبعا انا عارف ان ايه، لو انت بصيت انا هتلاقي اعتقد كان حوالي 20 كيرف او حاجه. هتبص تقول لي الشكل الجميل ده اللي انت بتتكلم فيه ده، يعني دي كلها ريلايبيليتي؟ يس، كل دي ريلايبيليتي، وده التايم وده التايم. امال ايه اللي على الشمال دي؟ دي ستيت. يعني لما كنا احنا اشتغلنا عند هذه الكونديشنز ونعمل موديلنج، فيظهر لك الكيرفات الجميله دي. في حد دلوقتي هتلاقيه قاعد دلوقتي يقول لك انا مش فاهم، يعني هيختلف في ايه الكلام ان الكيرف يكون فوق او الكيرف يكون تحت؟ هقول لك ان في حاجه احنا قلناها قبل كده مليون مره، ان الاريا اندر كيرف بالنسبه لنا مهمه جدا، صح ولا غلط؟ الاريا اندر كيرف دي، يعني مثلا لو انا شغال عند هذه عند الكيرف ده، الاريا تحتيه تمثل لي ايه في الوقت دوت؟ تمثل لي ايه؟ ها، مين يقول الاريا تحت الكيرف بتمثل ايه؟ الاريا تحت الكيرف بتمثل ايه يا جماعه؟ ها، بتمثل ايه الاريا تحت؟ بتمثل حاجه مهمه جدا، بتمثل ايه؟ ها، تمثل المين تايم تو فيلير. بالظبط كده، بتمثل العمر. فكل ما الاريا تزيد معناها ان الاسيتس دي هتعيش اكتر. فتلاقي ان الريلايبيليتي لو حصل لها انتجريشن من الزيرو لما لا نهايه تديك المين تايم بتوين فيلير. كلام جامد جدا، صح كده؟ كلام صح جدا. يبقى ده معناه ان الريلايبيليتي الكيرف ده مهم جدا بالنسبه لي، لان هو هيوريني الاسيتس دي هتعيش قد ايه. يعني اللي تحت الاريا تحت الكيرف هي المين تايم بتوين فيلير. يبقى احنا كده اتفقنا ان احنا عندنا معادله الهازارد، معادله الريلايبيليتي، معادله الدينستي، معادله الفيلير. انا طبعا احنا بنحب نتكلم دايما على الريلايبيليتي وعلى الهازارد، لان الفيلير اخوها. انتوا عارفين ان الفيلير زائد الريلايبيليتي بيساوي واحد، فهي نفس المعادله مكمله لبعضيها، لان الريلايبيليتي لو 80% فالفيلير 20%، خلصانه. والهازارد بنحتاجها عشان لما نيجي نعمل اوبتمايزيشن او نعمل اوبتيمال ريبليسمنت فبنحتاج الهازارد. فدايما بنحب نتكلم على مين؟ على الهازارد او الايه؟ او الريلايبيليتي. يبقى انت كده عندك معادله الريلايبيليتي هيبقى فيها كام جزء؟ في الحاله دي هيبقى فيها كام جزء؟ معادله الهازارد هيبقى فيها كام جزء؟ برافو، هو ده اللي بيحصل بالظبط. بتلاقي ان معادله الهازارد في الحاله دي ادي الجزء الاولاني بتاع وايبول لو انتوا فاكرين، وادي الجزء الثاني الخاص بالايه؟ بالكونديشن. اهو ده خاص بالكونديشن. تقول لي فعلا ده عباره عن جزئين؟ اقول لك بالظبط كده. هنا الهازارد فانكشن في التايم وفانكشن في الاوبريشن كونديشن، وتلاقي الاوبريشن كونديشن فانكشن في الزمن برضه. ما انت عند كل زمن انت ممكن تغير الاوبريشن كونديشن، يعني الزد دي عند الزمن ده كنا احنا عاملين الاوبريشن كونديشن كذا، كمان ساعتين غيرناها، كمان 10 وهكذا. فتلاقي الاوبريشن كونديشن داخله معاك في اللعبه. اللي بره ده هو ده الهازارد، واللي هنا ده الجزء ده هو ده الجزء اللي خاص بيه بيسموه البيز لاين، الاساس.
الاساس. والجزء الاخير ده بتاع الاوبريشن كونديشن او الكوفاريتس او واتيفر. الجزء اللي هو الاولاني ده خاص بمين؟ خاص بالعمر فقط. يعني انت لو انت عندك اسيتس وبيبص على 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 التايم لاين بس، دي وقعت هنا ودي 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 وقعت هنا، الجزء ده بس ملوش علاقه بالاوبريشن كونديشن، هو ده اللي علاقه بالاوبريشن كونديشن. فهتلاقي ان الجزء الاولاني دوت ده خاص بالايدج فقط، والجزء دوت خاص بالكونديشن مونيتورنج او الاوبريشن كونديشنز او الحاجه اللي انت بتجمعها او الفاريبل اللي انت بتجمعه، تمبريتشر بقى، بريجر، مش عارف ايه، حاجه بتقيسها. يعني انت حاجه بتقيسها كاوبريشن كونديشنز بتتغير معاك على طول. تقول لي طب والكلام دوت على الهازارد بس؟ لا، على الهازارد وعلى الريلايبيلتي. يعني الريلايبيلتي برضو هتلاقي كام جزء، برضو جزئين، تلاقي الجزء الاولاني اهو والجزء الثاني. الجزء الثاني برضو في ظهر فيه الزد، يعني ادي واحد اهو التايم وادي ايه، وادي الاوبريشن كونديشن. نفس الكلام بالظبط بالنسبه للهازارد. طبعا الارقام اللي قدامك دي كيس حقيقيه فعلا كنت انا اشتغلتها قبل كده. هتلاقيني برضو اهو ادي الناس طبعا اللي عارفه طبعا الديستريبيوشنز، هتلاقي ادي وايبل اهو وادي الايه الاوبريشن كونديشن، مش كنت ظاهر معاكم. وانس انك انت عرفت الاوبريشن كونديشنز بتحطه هنا ومع وعندك التايم، بيطلع لك الكيرف عند هذه الاوبريشن كونديشن. طب انا مثلا ايه غيرت الاوبريشن كونديشن، يطلع لك كيرف تاني، غيرت الاوبريشن يطلع لك كيرف التالت، وهكذا. سواء انت بترسم الريلايبيليتي او سواء بترسم الايه او سواء بترسم الهازارد. يعني لو انا حبيت ارسم الهازارد هتلاقيه عباره عن حاجات زي كده، كل واحده فيهم برضو عنده اوبريشن كونديشن مختلف، والريلايبيليتي نفس الايه نفس الكلام. هي دي الحته اللي احنا لازم نفهمها، علاقه الريلايبيليتي بالاوبريشن كونديشنز. طبعا لو انت شفت مودلز حقيقيه هتلاقي الموضوع اظرف بكتير. لو مودلز حقيقيه طبعا ده موديل حقيقي اللي قدامك ده. والمودلز ده بقى هنا لو انت شايف هنا ده كان ايه، كان حاجه واحده بس. يعني انت عندك هنا بتقيس حاجه واحده بس، بتقيس مثلا الوير، بتقيس مثلا التمبريتشر، بتقيس مثلا البريشر، بس انت ممكن تقيس اكتر من حاجه. فلما بتقيس انت اكتر من حاجه بيطلع لك بقى الكيرف بتاعك بهذا الاسلوب. بص كده اهو مثلا نفس الكلام، بص لا ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي حالا لسه دلوقتي اهو، ده الكيرف اللي احنا طالعينه اللي هو بتاع مين، اللي هو الكيس اللي كنت بقول لكم عليه، اللي هي فيها بس ايه واحد بس، فيها واحد بس. الجزء ده كده ده خاص بيه اللي هو الداتا بتاع المونيتورنج او الاوبريشن كونديشن. ده كده خاص بيه الجزء بتاع الايدج. ده كده المعادله متفصله بالجزئين بتوعها. طبعا البي اتش ام او البروموشن هازارد موديل مش شغال بس على واحد بس. يعني انت عندك هنا هو بيقيس حاجه واحده، بس انا ممكن اقيس اكتر من كده، ممكن اقيس 2 3 4 5 10. فده كيس ثانيه برده كنت انا شغالها برده محركات تيارات. هتلاقي برده هنا نفس الكلام بالظبط، بس انا بقيس بقى حاجات ثانيه. ادي بقيس واحد اهو، بقيس 2، بقيس 3. يعني هنا بدخل القرايه هنا، بدخل القرايه هنا، بدخل القرايه هنا. كل دي كل اوبريشن كونديشنز او كل دي كونديشن مونيتورنج. يعني انت ممكن تستخدم دي انك انت ايه هتعمل موديلنج، او ممكن تستخدمها في عمليه الكونديشن مونيتورنج. لان انا ممكن انا بكون بشغل عندي بامب مثلا واغير درجه حراره، او اغير الدشارج. يعني اي حاجه انت بتغيرها في الاسيتس انت ممكن تحطها في هذا الترم اللي هو خاص ان احنا بنسميه الكوفاريتس، اللي هي بتاثر على الفيلير ريت. يعني 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 مش بس التايم هو اللي بيأثر، مش العمر بس. يعني انت عارف انت عندك واحد شخص، الشخص دوت مكبر دماغه خالص وبيفكرش خالص، وتلاقيه ايه عايش كده في بيسموها البلاله كده، ولا عايش مع نفسه. يعني ده يعيش كتير، صح ولا غلط؟ ها هتلاقيه كده عنده لا مبالاه، فتلاقيه مبسوط صحته كويسه، صح ولا غلط؟ ها تلاقيه مبسوط صحته كويسه، وتلاقيه ايه عايش وقت كبير. ليه؟ لانه فانكشن في التايم بس، في التايم بس. واحد تاني عنده قناعه ذاتيه، يعني تلاقيه عنده الرضا في حياته، عايش راضي وقنوع، فتلاقيه عايش مستريح برضه، تلاقيه كويس برضه، ده يعيش 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 شويه حلوين. اما واحد بقى متوتر، عنده دايما وسواس، خايف من المستقبل، العوامل اللي حواليه، عايش في جو مش ظريف، فتلاقي ان ده كله بيأثر على عمره. فده كله بيخش هنا الحته دي، بيخش هنا دي. تلاقي مثلا ايه مصاحب واحد وحش، ادي واحد. مثلا ايه الجوازه مش حلوه، 2. ثلاثه مثلا ايه عايش الشغل بتاعه فيه انفايرمنت مش ظريف، ده كل ده بيخش هنا. فده يموته او يغير الهازارد بتاعه، او يغير الفيلير ريت بتاعه، او يغير الريلايبيلتي كيرف بتاعه. فتلاقي طبعا في تماثل او انتولوجي رهيب بين الجماد والانسان. لو انت لاحظت في حياتك كده هتلاقي كل الكلام ده حقيقي. يعني انت هتلاقي دايما الناس كالمعادن، فاهم؟ يعني ده حتى حديث شريف، يعني الناس كالمعادن. فتلاقي ان في ناس زي الذهب وناس زي الالومنيا، مش عارف ايه، كل واحد ليه برضه ستريس ترين كيرف. وتلاقي الناس برضه نفس الكلام زي الاسيتس، يعني الكونديشنز اللي هي عليهم نفس الكلام. لو انت غيرت الاوبريشن كونديشن عند الشخص ممكن يحصل له حاجه. في ناس بتنام زعلانه،
بتصحى ما تقومش. ليه؟ ده كان عالي جدا عليه، فالهازارد عالي فتوفى. ده بيحصل. او تلاقي مثلا واحد مثلا ايه حصل له مشكله وقام، ربنا يعافيه كلكم يعني، تلاقي شكلك ما تزعلش لما تنام وما تزعلش نفسك. اوبريشن كونديشنز، كل دي اوبريشن كونديشنز، لانك انت في الحاله دي بتلعب في التايم، بتلعب في الفيلير ريت بتاعك، فاهمني؟ ده حقيقه فعلا، ده حقيقه. فدايما الاوبريشن كونديشنز، الاوبريشن كونديشنز بتاثر على الفيلير ريت والهازارد والريلايبيلتي بتاع الشخص. الفكره كلها زي ما انت شايف هنا، هتلاقي هنا اهو زي ما انت شايف دي بقى الموديلنج. بعد ما عملت موديلنج بقيس دي، بقيس انا السبيد وبحط الفورس، في فورس معينه جايه من حته بتاثر، وفي فورس كمان هي. لو انا سقطتهم هنا فانا ممكن ارسم الكيرف بتاع الريلايبيلتي او ارسم الهازارد، ونفس الكلام زي ما وضحت لك بالظبط كده. انت جبت الايه الموديل بس اندر اوبريشن كونديشن، يعني عرفت قدرت توجد موديل بس بتاثير الاوبريشن كونديشن، قدرت تعرف الراجل ده يعيش ايه تحت الظروف السيئه اللي هو انت عايشه فيها دي مثلا، تمام؟ يعني حسب الظروف دي. فانت هنا قدرت ان انت ما تقدرش تقارن بين واحد عايش هنا مثلا في الميدل ايست تحت ظروف مختلفه، واحد عايش مثلا في مثلا استراليا، ولا عايش في كندا، ولا او عايش في جو يعني الجو نفسه مختلف. فتلاقي ان في معدل الاعمار بيختلف عند البشر، يعني هتلاقي الكيرف عامل كده. الناس اللي عايشه مثلا في منطقه مش فيها حروب او بتاع، البشر كونديشن دي كلها كله بيموت في الحته دي. تلاقي الناس اللي عايشه في رفاهيه بتموت هنا، فاهمني كده؟ تلاقي الناس اللي هي مثلا عايشه في منطقه حروب ومنطقه مرض هتموت هنا. فكل واحده من دول دي اوبريشن كونديشن مختلفه، ما اقدرش اقارن بينهم. ها ما اقدرش اقارن بينهم. وبقى رفاهيه عاليه قوي فممكن يموت بالظبط، ما هو حسب بقى اوبريشن كونديشن. بقى ما هو الاوبريشن كونديشن دي فيها حاجات كتير، مش بس الحياه اللي حواليك، ممكن يكون في الرضا، في القناعه، في الايمان. ما دي اوبريشن كونديشن، والايمان ده اوبريشن كونديشن. يعني كل واحد ما يكون ايمانه عالي وده اوبريشن كونديشن، فاهم؟ وممكن يكون الويت بتاع الايمان اعلى من كل ده، او الويت بتاع الرضا اعلى من كل ده، فاهمين؟ اوكي. فالفكره كلها يبقى انت عندك موديل. طبعا لو بيتا اكبر من واحد، في حد بيقول لو بيتا، طبعا لو بيتا اكبر من واحد معناه انت في الوير بالظبط كده. انا بيتا اعلى من 1 2 و15، فده معناه ان انت في الحته بتاعه الايه، الحته في الوير، يعني الهازارد بيزيد، يعني الهازارد بتلاقيه عامل كده فوق كده. لان لو البيتا دي هنا، البيتا هي اللي حد بيسال، لو البيتا دي بتساوي 1 الهازارد عامل كده، صح؟ والكلام ده المهم دي كلها بالظبط كده زي ما اشرف، دي انترنال واكسترنال انفايرمنت بالظبط كده. اللي انا عاوز اوضحه لك بقى، اللي انت ممكن تستفاد بالحته دي ازاي، يعني هل دي ممكن تساعدني ان انا اغير الاسيتس بتاعتي بيزد على الكونديشن؟ يس، هي دي اللي انا عاوز اتكلم فيها معاك. يعني كده انت فهمت ان الاوبريتنج كونديشنز بتغير الايه، بتغير الهازارد وبتغير الليبيليتي. هل انا ممكن استخدم هذه المعادلات، يعني استخدم مثلا المعادله دي اللي انا اخد قرار، ها اللي انا اخد قرار ينفع ازاي؟ في طبعا حاجات مع يعني رياضيه وحاجات ظريفه وابحاث والكلام ده كله. في حاجه اسمها بالظبط كده، انا عاوز اعمل برنامج اسمه الهندسه والايمان بالظبط كده. في حاجه ظريفه، ان انت ممكن تاخد ده كده بيسموه زد كومبوزنت، يعني ده كده الاوبريشن كونديشنز كلها ممكن تاخدها وتروح انت تحط هنا التايم وتحط هنا الزد ده. الزد ده بيكون الترم ده، يعني انا لو انا عاوز اخد الزد هنا يبقى هو ده كده. لو انا حبيت الموديل اللي قبليه عاوز اخد الزد هيبقى 109 في زد ده كده. يعني انا اعمل كيرف كده احط هنا 109 في الزد ده، اجيب اللي هو زد دوت اقيسه احطه هنا اطلع ايه، اطلع هنا نقطه مع التايم. نفس الكلام بالظبط في هنا، اجيب برضو ايه اعرف الفورس كام السبيد كام واطلع نقطه مع التايم. النقطه اللي انت بتطلعها دي بتتحط هنا كده مثلا. النقطه اللي انت الثانيه اللي هتطلع عن تايم ثاني كانت هنا مثلا، النقطه اللي طلعتها بعد كده كانت هنا مثلا. وايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انت عند كل زمن معين بتطلع اللي هو الكومبوزيت ده. طب انا كده ايه، فين القرار اللي ممكن اخده؟ القرار انت بتاخده بتعرفه لما بتحط هنا ليميت كده. الليميت ده اسمه الارم فانكشن. بص انا بوريك ازاي انت ممكن تستخدم القصه دي في انك تاخد قرار بالتغيير. الخط ده اسمه الارم فانكشن، او الكيرف ده اسمه الارم فانكشن. طول ما انت تحتيه ده معناه ان انت ممكن تشتغل، اول ما تعديه لازم تغير. والكلام دوت مش جديد، ده اسمه كونديشن بيزد ريبليسمنت، بيسموه ريبليسمنت ديسيشنز. طول ما انت في المنطقه الخضراء دي كده انت في السليم، اول ما تنط تخش على الحمراء دي انترفين ايميديتلي، غير دلوقتي حالا،
امال ايه ايه الفاصل اللي بين المنطقتين دي؟ بيسموها الالارم فانكشن. تقول لي كمان مره كده، اقولها كمان مره. ادي الايدج وهنا الزد اللي احنا بنسميه الكومبوز كوفاريت، اللي هو مثلا يعني كم 109 مثلا في الزد، تحط الزد هنا تقيسها عن طيب معين، انت هنا خلاص انت كده في السليم. طب انا جيت هنا لسه في السليم، طب انا لقيت نفسي هنا، غير المعده دي. ده اسمه كونديشن بيزد ريبليسمنت، يعني انت بتغير طبقا للكونديشن، او احنا بنسميها كونديشن بيزد مينتنس. انت بتعمل اللي انت بتغير طبقا للكونديشن بتاعتك. طبعا لو انت لاحظت هتلاقي ان الكيرف اللي قدامك ده، دي حاله فعلا كنت انا اشتغلتها قبل كده، وده كيرف من الموديل اللي هو من شويه كنت انا بحكي لك عنه، اللي هو 109 ده. فين هو؟ اهو. فين اللي هو اهو؟ يعني ال 109 دي، هو ده، هو الموديل ده هو الحل بتاعه في اللي انت شايفه، اللي انت شايفه هنا. طبعا لو انت لاحظت تحس ان دي كده يعني ايه، برنامج صح؟ ده برنامج صح ولا غلط؟ يعني اكيد اللي عمل دي برامج بتعملها، ما ده برنامج اكيد، سوفت وير يعني صح. سوفت وير هو اللي بيعمل الحركه دي، وبتدخله انت الداتا وبيقول لك غير او ما تغيرش والكلام ده. واضح يعني؟ ده دي كده تحس ان هي سكرين شوت من سوفت وير، صح ولا لا؟ صح، ردوا عليا صح ولا لا؟ ها صح. السوفت وير ده اسمه اكزاكت، اسمه كده. والاكزاكت دوت ده ديسيشن سبورت اوبتمايزر، ده بيستخدم في السي بي ام او كونديشن بيزد مينتنس اوبتمايزر، بيستخدم في لما انت تكون انت عندك كونديشنز بتقراها، فتقدر ان انت تجيب اوبتيمال ريبليسمنت تايم، او تجيب يعني خلينا نقول ايه، نجيب كونديشن بيز ريبليسمنت. يعني انت ممكن تغير حسب الايه، حسب الكونديشن بتاعتك. طبعا البرنامج ده برامج جميله جدا والممتازه، وفي نفس الوقت من الحاجات المحترمه جدا، اللي هو يعني الناس لما يعني ده انت بتعمل بيه اناليسيس كتير قوي البرنامج ده. والبرنامج ده مشروح في الكتاب الظريف ده، الكتاب حتى هتلاقي ان الكفر تحت، الصوره على الكفر بتاع الكتاب اهي. بص الصوره، بص الصوره هنا على الكفر، هتلاقي هنا مكتوب هنا اهو، هنا اهو، بص اهو مكتوب هنا ايه على الكفر. استنى بس بتاع هنك معايا اهو، على الكفر مكتوب هنا اهو، بص اهو مكتوب ايه، كومبوزيت اهو، شايفينها كومبوزيت كوفاريتس، شايفينها اهو كومبوزيت كوفاريتس اهو، ده الكفر بتاع الكتاب، ومكتوب هنا تحت وركنج ايج، وهنا حتى الزد ده، بص الزد اه، بس بيقيس كذا حاجه، بيقيس حاجتين اهو، ها، وبيطلع النقط. طول ما انت في الحته الخضراء دي انت في السليم، اول ما لقى نفسه هنا يبقى هيغير على طول. اول ما يلاقي نقطه تخش المنطقه الريجن الحمراء دي يغير على طول. طبعا الكتاب دوت من الكتب المحترمه جدا بتاع جاردين، والراجل دوت يعني من الناس اللي هي فاضله عليا شخصيا، لانه اتعلمت منه كتير بصراحه. يعتبر من الناس المؤسسه علم المينتنس، كوشن بيز مينتنس، وهو في جامعه تورونتو في كندا. والراجل ده ليه مؤلفات كتير، يعني ليه كتاب تاني برضو اسمه المينتنس اكسلنس، من الحاجات اللي هي من الكتب الجميله قوي. والكتاب ده من الكتب اللي هي محترمه قوي، اللي هو المينتنس ريبليسمنت اند ريليفيت، في حته كلها بتاعه الحته بتاعه الريبليسمنت، ازاي انت ممكن تغير. يعني ال في واحد دلوقتي هيقول لي، طب انا مش بتاع علم، يعني انا ايه، انا مش ما بحبش انا اعمل اناليسز واوجع دماغي واجمع داتا، والقصه اللي انت عارفها دي انا مش ماليش فيها، يعني انا مش بتاع اللي انا ايه اقعد اعمل موديلنج، يا فاهم؟ يعني انا لا لياقتي ولا سني يسمحوا لي باللي انت بتقوله ده، فاهمني؟ مش في ناس كده صح؟ في ناس ما بتحبش اصلا تعمل الكلام ده خالص، ولا عاوز يوجع دماغها، يا عاوز حاجه كده ايه، عارف انت، حاجه ستاندر صح؟ يعني عاوز حاجه كده تفتحها وتفتح جداول وتجيب حاجات تقول لك تيك تيك اهي، صح كده؟ مش في ناس عاوزه كده؟ في ناس بتحب كده كتير قوي الحاجات دي، ما بيحبوش يوجع دماغه، يعني مش بتاع علم يعني، ها؟ لا مش هو انت كلامك صح يا محمد يا منير، بس هو ايه، مش حكايه بقى سيميوليشن، في حاجه تانية ستاندردز موجوده. بس الستاندرد دي بتعمل ايه؟ لازم تكون انت فاهم البيزكس الاول. احنا لما اتفقنا دلوقتي اللي احنا عندنا في المعادله بتاعه الهازارد والريلايبيليتي كام جزء، بص طول ما انت مش فاهم عمرك ما هتعرف تستخدم حاجه اصلا، لا تعرف تستخدم ستاندرد ولا غيره، فاهمني؟ لازم تكون انت فاهم الاول. هي دي المشكله بتاعه الناس، ان هي عاوز تستخدم سوفت ستاندرد وعاوز يستخدمه سوفت وير، هو اصلا مش عارف، فاهم يعني؟ هو مش عارف اصلا، فلازم انت الاول تكون فاهم. المهم احنا عندنا كام جزء في المعادله بتاعه الريلايبيليتي او المعادله بتاعه الهازارد، كام جزء؟ ها، كله يكتب بس عشان نعرف الناس فهماني، كام جزء يا جماعه؟ برافو، عندنا ايه، جزئين صح، كلامكم صح، عندنا جزئين. الجزء الاولاني احنا بنسميه بيز صح، والجزء الايه، والجزء الثاني احنا بنسميه ايه، زي كده بالظبط، ادي ده الجزء بتاع البيز، وده الجزء بتاع الايه، بتاع الكوفاريت، صح كده؟ صح يا بالكونسين،
صح؟ صح الكلام؟ طيب أنا هسأل سؤال وعاوزك ترد عليا، هسأل سؤال وعاوزك ترد عليا، أوكي؟ ركز بقى، ركز بس، ركز بس معايا، ركز معايا. لو إحنا هنا جينا وقلنا إن 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 ده اكسبوننشال أو الهازارد هنا كونستانت، الفيلير كونستانت، يبقى بيتا بتساوي كام؟ بيتا بتساوي كام؟ الناس اللي هي قديمة معايا بيتا بتساوي واحد. لما يكون بيتا بتساوي واحد الترم ده هيروح، وهتلاقي ان هو الترم ده كله هيضيع، يبقى مكتوب مكانه ايه؟ مكانه ايه؟ الناس اللي هي الشطرة القديمة معانا يبقى مكانه ايه ده؟ ده مكانه ايه ده؟ مكانه ايه ده كله؟ مكانه ايه؟ ها؟ الجزء الأولاني مكانه ايه؟ ها؟ أنا مستنيكم، مكانه ايه؟ لما أكون هنا مكانه ايه؟ لما أكون بيتا بواحد مكانه لامدا، شكرا محمد منير تلميذ النجيب، شكرا جزيلا، هيبقى هنا مكانه لامدا. هو ده اللي بيحصل بالظبط، ان كل الشركات او الناس اللي عاوزه تستخدم ستاندر بتفترض افتراض اولي. ايه هو الافتراض ده؟ ايه هو الافتراض اللي احنا بتفترضه؟ بتفترض افتراض اولي ان الفيلير كونستانت او 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 او, أو الفيلير ريت كونستانت، يعني لامدا. واحد يقول لي انا مش فاهم انت بتتكلم في ايه. لو الفيلير ريت كونستانت بيبقى رقم، تقول لي طب ده ايه ده بقى؟ يعني ايه؟ يعني اندبندنت مع التايم، يعني ده كده لا يتغير مع التايم، ده الترم الاولاني. تقول لي طب فين الكونديشنز؟ هنحط الرصاه هنا جنبها كده. تقول لي طب الكونديشنز يعني ايه؟ كل الكونديشنز اللي عندك بقى. تقول لي طب وانا عارفها؟ ما هو بقى بيعمل ايه؟ عملوا ايه؟ عملوا زي ستاندرز كده. الستاندرد دي بتلاقي فيها الجزء الاولاني ده اللي هو البيز، اهو بيز فيلير ريت لامدا، وحاطط لك بعد كده كلها كوفاريتس، فلما تضربها فيها يطلع لك الفيلير ريت. تقول لي يا ابن الايه؟ يعني الموديل هنا جاهز؟ اقول لك الموديل هنا جاهز. كل اللي انت بتعمله بتقول ان الفيلير ريت بتاعك اهو اللي انت محتاجه، يعني ده البيز بتاعه، ده رقم البيز بتاعه، وهنا كل ده الاوبريتنج كونديشن. ترصها كده. طب ايه الاوبريتنج كونديشن دي؟ ده مثال فالف للفالفات مثلا. السي بي اهو، السي كيو اهو، وبيجي منين؟ ده يجي من الفيجر ده، وده يجي من الايه؟ من التيبل ده، وده يجي من الفيجر ده. طب ومش موجود عندك؟ خلاص يبقى ما تحطوش. تقول لي ده كلام جامد جدا، صح؟ صح؟ ولا في بقى ايه؟ ولا في بقى برامج، ولا في اناليس، ولا في حاجه خالص. كل الفكر اللي انت بتشوف الابلكيشن بتاعك ايه؟ هل انت عندك بامب، عندك بيرنج، عندك كرين، عندك اكتويتور، عندك اي حاجه بتخش عليها، تحط البيز اللي هو رقم البيز في البيز، ودي اللي هي تاثير مين؟ تاثير الكونديشن عليها. فاهمين كلامي؟ فاهمين انا بقول ايه؟ ها؟ فاهمين انا بقول ايه؟ اللي انا عاوز اقوله لك بقى، احنا هنا بالظبط كده يوسف اللايف، كلامك صح يا اسماعيل، كلامك صح يا اسماعيل. اللي انا عاوز اقول لك بقى ان الكلام ده كله متجمع في هذا الكتاب، ده هاند بوك معمول بتاع ريلايبيلتي بريدكشن بروسيدرز، اللي لكل الميكانيكال اكويبمنت محطوط بضوابط. هتلاقي بص سبرينج، مش عارف فالف، بيرنج، اكتويتور، بامب، مش عارف ايه، فلترز، تيك 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 تيك، تخش عليه سيادتك، تقوم حاطط البيز، وتحط الايه حسب الكونديشن، تقوم انت مطلع له ايه؟ تقول لهم يا جماعه لو احنا استخدمنا عند الكونديشنز دي هنطلع الفيلير ريت هيبقى بهذا الاسلوب. الفيلير ريت هيبقى بهذا الاسلوب. تقول لي طيب الكلام دوت مش محتاج سوفت وير؟ لا مش محتاج سوفت وير. طب انا عاوز استخدم السوفت وير، استخدم بقى السوفت وير اللي احنا اتكلمنا عنه لو انت عاوز تستخدمه، اللي هو السوفت وير بتاع اكزاكت، من الحاجات اللي هي المحترمه جدا يعني. ومش بس بيحسب الحته بتاعه الريبليسمنت بس، ده بيحسب حاجات كتير يعني، بيعمل بريدكشن للفيلير، وبيعمل استيميشن للريمينينج جوز فور لايف، وحاجات كتير بصراحه، بيعمل اوبتمايزنج للكوست، وحاجات كتير قوي. وكل تعامله بيتعامل مع ايه؟ بالديتا انت مجمعها عن طريق من الاسيتس. هتلاقي بص هنا كلمه، حتى الداتا اللي بتخشوا له بتجمع، بياخد داتا كتير جدا البرنامج ده، وبعد كده يتحط بص اسيتس اسيتس اسيت. طبعا ليه؟ لان احنا في اسيت مانجمنت، احنا في اسيت مانجمنت، يعني انت شغال دلوقتي اسيت مانجمنت، اسيتس اسيت مانجمنت. الاسيت مانجمنت يعني مينتننس وريلابيليتي وحاجات تانية معاه تانية. الاسيت مانجمنت من العلوم اللي هي متميزه، يعني من العلوم المتميزه، واللي هو يعني قادم وبقوه. الاسيت مانجمنت قادم وبقوه. لازم انت لو انت شغال مينتننس وريلابيليتي لازم تتعلم مينتننس كويس، تتعلم ريلابيليتي كويس، وفي نفس الوقت برضو تتعلم حتى الاسيت مانجمنت، برضو حتى الستاندرز بتاعت تعلم كويس، اللي هو الستاندرد بتاع الاسيت مانجمنت اللي هو ايزو 55000 55000 و55001 و55000 و55002 و55003، كل الكلام ده 55000 و55001 و55002 سوري، دي كلها
كلها ستاندرز بتاعت دي، ستاندرز بتاعت الاسيت. بنتعلمها فين؟ بنتعلمها في شهاده اسمها الكاما، شهاده اسمها الكاما اللي هي سيرتيفايد اسيت مانجمنت اسيسور. دي شهاده هي بتعلم الناس الستاندرز بتاعت الايه، بتاعت الاسيت مانجمنت. من الشهادات المحترمه جدا بصراحه يعني. يعني طبعا انتوا مش عيد الكلام بقى، انتوا فاهمين الشهادات بتاعت المينتننس يا ايه، والشهادات بتاعت الريلايبيليتي يا ايه. لكن لو انت عاوز مظله الستاندرز او المظله بتاعت الكلام ده كله كايزو، انت عندك شهاده الكاما سيرتيفايد اسيت مانجمنت اسيسور، من الشهادات المحترمه جدا، وفيها كميه نولج محترمه، وفيها كمان الجزء بتاع الكابيتال ريبليسمنت، ان انت ازاي امتى تبيع وامتى تغير لو انت عندك اوبريشن كونديشن بتزيد، فيها كل الكلام ده. فالكلام دوت من الحاجات المحترمه جدا. طبعا الخارج بتاع اكزاكت مش بس الكيرفات اللي انت شفتها، ده الخارج بتاعه حاجات كيرفات كتيره، وبيطلع اوبتيمال ريبليسمنت، وبيعمل حاجات كتيره، وسنسيتيفيتي اناليسز. انا بس مش بعمل دعايه للبرنامج، بس هم البرامج المحترمه جدا، وانا بحاول ان شاء الله باذن الله ممكن يعني هو محتاج كورس لوحده، يعني محتاج كورس لوحده، يعني انك تشرح البرنامج ده بكل الديتيلز اللي فيه. والله انت اشرف، انت قصدك على ايه؟ قصدك على ايه؟ على الكاما؟ والله يا اشرف، هو الكاما انا بديها بس يعني بعملها هي مرتين في السنه مثلا، عاده بيبقى في شهر 6 ومثلا وشهر مثلا 12. يعني احنا في شهر كام؟ ممكن الشهر الجاي ان شاء الله بعمل واحد، يعني ان شاء الله باذن الله هعمل الكاما المره الجايه ان شاء الله. لا هي كاما على طول، هي كاما يعني. بص رقم، هي سواء كاما او شهادات مثلا هي الاي اي ام سيرتيفيكت اللي هي الانستيتيوت اوف اسيت مانجمنت. الكاما يعني مش اعلى، ممكن تقول هي اشمل شويه واشهر، ثم الكاما معترف بيها في دول اكتر. يعني هو الاي اي ام والكاما هم شهاده واحده تقريبا يعني، بس الكاما يعني بيزد قوي على الايزو ستاندرز، ودي حاجه كويسه. فلو انا طبعا لو انت بتفكر كاما على طول، كاما ان شاء الله يعني باذن الله ممكن، يعني لان ما فيش وقت، بس الوقت والمشكله كلها في الوقت. ان شاء الله باذن الله ممكن في شهر 6 نعمل واحده، وفي شهر 12 يعني كده ولا حاجه ان شاء الله باذن الله. انا مظبط نفسي على كده يعني. الفكره كلها ان هو الفكره كلها تبقى انت فاهم. بس حاليا دلوقتي والله يا جماعه بقى، الناس بتسال على كورسات الصيانه والكلام ده كله، انت ممكن بقى يعني ايه، مش عاوز انا بس اقلب الايفنتات يعني، انت ممكن تبقى اسال بقى في انجينيرنج تراكس على الموضوع الكورسات. اصل طبعا في، طبعا في السي ام ار بي طبعا سيرتيفايد مينتننس ريبيليتي بروفيشنال، في طبعا السيرتيفايد ريبيليتي انجينير، في شهادات كتير طبعا بدرسها. بس انت ممكن بقى تسال احمد بقى، احمد باشمهندس احمد بس، يعني ممكن تسال انجينيرنج تراكس. بس طبعا في طبعا السي ام ار بي طبعا من كورسات الصيانه. المهم لازم انت تكون فاهم ان الاوبريشن كونديشنز، عشان بس ما تزودش عن ساعه، لازم تكون فاهم ان الاوبريشن كونديشنز، ربنا يحفظك ربنا يبارك فيك، الاوبريشن كونديشنز بتاثر على القرارات، بتاثر على العمر، بتاثر على الريلايبيليتي، لانها بتاثر على الكيرف، بتاثر على العمر على طول. فالاوبريشن كونديشنز مهمه جدا انك تكون فاهمها ان كونتكتس اوف ريلايبيليتي. واول واحد لعب اللعبه دي زي ما قلت لك هو 1984 كوكس، اول واحد عملها. ومن ساعتها طبعا بقى انت بتتكلم في 30 سنه ولا فاتوا، الموضوع لسه جديد يعني، مش 1800 ولا 1700، فالموضوع جديد. بس هو ده تاثير الكونديشنز على اتخاذ القرار. طبعا انا يعني اتمنى تكون الايفنت ظريف وعجبكم. انا قلت كده يعني اتكلم في موضوع الاوبريشن كونديشن زي ما في ناس كتير طلبوه مني، فقلت اتكلم معاكم فيه اللي هو ازاي علاقه الريلايبيليتي بالاوبريشن كونديشنز. طبعا الايفنت دوت هينزل مسجل فيديو، هتلاقيه على الموقع yasser.shaban.com، وهينزل حتى البي دي اف كمان عليه. لو انتوا عاوزين البي دي اف بتاع المحاضره النهارده عاوزينه، هينزل برضو على الموقع، ممكن تعملوا داونلود فور فري يعني، فور فري. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا اتبسطتوا من الايفنت. هو الايفنت زي ما انتوا شايفين كان بيتكلم يعني نفهم احنا كمهندسين مينتننس ومهندسين ريلايبيليتي ما هو، او اسيت مانجمنت عامه، ما هو تاثير الكونديشنز على منحنى الريلايبيليتي، وازاي انت تتعامل معاه رياضيا، وازاي ممكن تستخدمه في ايجاد الاوبتيمال ريبليسمنت تايم، او الايجاد الوقت المبني على الكونديشن او الكونديشن بيزد ريبليسمنت. جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظك يا باشمهندس محمد منير، باشمهندس باهر. والله يا جماعه يعني انا شاكر ليكم وحضوركم، طول ما يعني انا شاكر حضوركم يعني، لان انا طبعا انا نفسي عندي كلام كتير ونفسي اقوله للناس. فالايفنتات دي هي المنفذ او المنبر اللي هو الوحيد اللي احنا ممكن نتكلم فيه يعني، في نقط ظريفه بعيده عن الشهادات يعني، بعيده عن الشهادات. ان شاء الله باذن الله الايفنت الجاي اعتقد هيبقى الخميس الجاي برضو تقريبا يعني،
هنتكلم فيه ما هو الفرق بين إدارة المرافق وإدارة الأصول، الأسيت مانجمنت والفاسيلتي مانجمنت، الفرق بينهم اتنين هنتكلم فيهم، هتبقى محاضرة ظريفة إن شاء الله بإذن الله تحضروها يوم الخميس الجاي. شكرا باشمهندس هيثم، شكرا جزيلا، وشكرا ليك باشمهندس أحمد صلاح. أيوه طبعا لو اتسألت لازم طبعا الريلايبيلتي بتتغير فقط بالري ديزاين. لا مش اجابه خاطئه ولا حاجه، وطبعا الريت بالري ديزاين، لكن الاوبريشن كونديشنز بتغيرها برضه، الاوبريشن كونديشنز بتغيرها لانها جزء من معادله الريلايبيلتي. شكرا جزيلا ليكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يحفظك باشمهندس محمود، ربنا يبارك فيكم، ان شاء الله باذن الله باذن الله موجودين مع بعض في الايفنتات المجانيه، وان شاء الله بحضروا المره الجايه الايفنت بتاع الاسيت مانجمنت والفاسيلتي مانجمنت، هيبقى ظريف ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا ليكم، والى اللقاء في ايفنت اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.